تونس تربح ولا تخسر الساعه مع استراليا؟ لازم تخسر كيف تنجم تربح هكا بدم بارد يعني ما تحسش على فريق؟ والله هو كان تحط في قلبها تو تربح راهو. ما هو كيفاش تحط في قلبها حسب رايك؟ اي واحد يحط في قلبه ينجم يعمل كان يلعب. انت هذه نصيحتك الرياضيه؟ اي كان تلعبوا بقلب ورب كما يقولوا. جرينتا جرينتا بالضبط تو تجيبوها. ولا وما ينساوش الجمهور اللي بالرسم يشجع فيهم ويستنى خاطر الجمهور. جيبوها 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 يا الوليد. تبع تتفرج في كوره ولا؟ والله هو كي تلعب لي كيف نتفرج، اما الاكثريه ما عندي شغرام بالكره الحق. باش نسالكم شويه اسئله في وسط الملعب تو. وقتاش الحكم يعطي ورقه صفراء؟ نبدا بك انت. يعني مش باهي بديت. الوليد وقتي كي تعمل فوت. لا هذه تسمى فوسكا يعني عيني عينك. لا 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 ما نسمحش ما نسمحش. وقتاش اصبر. وقتاش الحكم يعطي ورقة حمراء؟ وقتاش تعطي ورقة حمراء؟ كي تعمل فضمة أكبر. وقتاش تعمل؟ إيش معناها بينالتي؟ يعني لازمك تشوط الكرة وتدخلها في الجول. ليلي يا بيما تجيش. إيش معناها بينالتي؟ بينالتي؟ ولا بينالتي؟ لا هي النطق صح بينالتي ولكن التوانسه ردوها بينالتي. اي بينالتي هاو قال لك بينالتي. بينالتي شنو نطقها؟ بينالتي بينالتي بينالتي. لا بينالتي بينالتي. لا تعرف خير منه في الكوره. زيد حتى الاولاد ما عندهمش مع الكوره. باهي وقتاش باهي لحظه برك اش معناها تسلل؟ تسلل معناها هاو قال لك فرجه. انت ما عادش من ساعه ترجمه فرجه. معناها تسلل؟ فرجه. واش معناها فرجه؟ كي خرج لك يعني كل واحد هكا يتسلوس بالسرقه. كي يتسلل فهمتيني وي معناها ركنيه. ركنيه كلف الركن هذيك على جنب. كي خرجها الجول ولا خرجها الجول اللي تلعب انت. ايش معناها ركنيه؟ في الكوان. كوان قهوه. شنو تصير في الكوان؟ سبع مونتات. سبع مونتات. ركنيه هي على جنب معناها. و شنو يصير يعني ايش معناها؟ شنو هي الركنيه؟ اللي يعملوا فيها البينالتي. شنو دخل البينالتي؟ ما نعرف ايش ما لا نعرف. ما نفهموش في الكوره ما نشجعوا بلادنا وان شاء الله رابحه وتحيه كبيره لتونس انا نشجعها بالرغم هي ما تشجعنيش. وزيبوها يا الاولاد وان شاء الله مربوحه راه عندكم جمهور يحبكم.